بسم الله الرحمن الرحيم. المحامون الزملاء الأجلاء، أيضا في معرض تناولنا للدليل الفني واستكمالا لسلسلة الأدلة في هذه الحلقة الثانية من هذا الموضوع، أردنا كما قلنا بأننا نقدم نماذج لكيفية البحث في أصول الدليل الفني ومدى مطابقته للأصول الفنية ومدى عدم انطباقه على الأصول الفنية ذاتها. يعني في الأمر اللي احنا بنتناول نماذج من واقع قضايا كما قلنا، لأن هذا تناول الدليل من واقع المرافعات الجنائية. هذا التناول الغرض منه هو يعني تنمية وتحفيز ملكة البحث عند المحامي الشاب أو الأساتذة المحامين الشبان، كما كنا نتعلم من أساتذة أجلاء سبقونا في هذا المجال. نود أن نحيط علما بكيفية البحث في هذه المسألة حتى يتيسر عليه أمر الكتاب والبحث فيه. قدم في الحلقة الأولى توضيح لتقرير طبي شرعي. هذا التقرير قد ورد في إحدى جنايات العهد المستديم. أما الآن طبعا هنتناول أحد التقارير الطبية الشرعية أيضا، وكان البحث والفحص فيها من واقع التقرير ذاته. يعني إحنا هنا مش بنقول هنا في تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني يستعصي على الملائمة والتوفيق، لا، إحنا بنقول أن هذا الدليل الفني كيف أضحى باطلا لا يمكن التعويل عليه إذا ما خالف الأصول الفنية المتعارف عليها. والأصول الفنية هي مسألة يشق البحث فيها من المحكمة ومن الدفاع، فإذا ما وجد الدفاع نفسه أمام المحكمة تطلب منه المرافعة، ولابد أن نؤكد على أن ذلك أصبح حقا للمحكمة أعطاه لها المشرع بعد التعديلات الإجرائية في 2015، من أن المحكمة تطلب من الدفاع أن يقوم بالمرافعة، وإذا ما هي ارتأت بأنها تحتاج إلى الدليل التوضيح من السيد الطبيب الشرعي مثلا الذي أنيط به تحقيق الدعوة من الناحية الفنية، ستقوم هي بإحضاره. هذا يقال بعد 2015 دائما للدفاع حينما يمسل مثلا ويطلب مناقشة السيد الطبيب الشرعي لتوضيح نقاط فنية في التقرير يرى أنها في مصلحة إبداء دفاعي أو تحقيق دفاعي، فالمحكمة تقوم بالرد عليه على نحو ما ذكرنا. طيب كيف الوصول من المحامي إلى حقيقة هذا التقرير؟ هو يوضع في معضلة، يوضع في مسألة يكون فيها شق الأنفس لبلوغ القصد بالنسبة له، وهو البحث من الناحية الفنية في هذا التقرير الطبي الشرعي للإتيان والإقناع للمحكمة بما يفيد أن هذا التقرير يطابق أو لا يطابق. القضية التي نتناولها اليوم أيضا من واقع مرافعتنا فيها هي كانت القضية شروع في قتل، وارتبطت بها طبعا جناية البلطجة المؤسمة 375 مقرر ألف وبه. طبعا النتيجة لأن المتهمين حازوا أسلحة نارية أثناء الواقعة جميعهم، فكان هذا التوصيف بالنسبة للنيابة العامة لإحالة المتهمين إلى المحاكمة. تقرير الطب الشرعي حقيقة في هذا الأمر جاء مجافيا تماما بما روي من أقوال من المجني عليها ومن أبنائها في هذه الجناية. سئلوا في تحقيقات النيابة العامة وسئلوا استدلالا، وأجابت المجني عليها في التحقيقات بأن من أصابها هو المتهم الأول وكان يحمل فرد خرطوش، وأن ابنه الثاني كان يحمل طبنجة أو مسدس، وأن ابنه الثالث كان يحمل بندقية آلية، وكلهم كانوا على مسرح الواقع شاهرين لهذه الأسلحة ويقومون بالإطلاق. ولكن هي حددت من قام بالإطلاق عليها وقالت بأنه المتهم الأول، وكان ذلك حال حمله الفرد الخرطوش الذي أورط عنه.
فوجئنا بأن هناك في التقرير الطبي مصطلح، هذا المصطلح يعد مصطلح فني دقيق أو مصطلح طبي يحتاج للإيضاح. ولذلك كنا قبلها تؤجل القضية أيضا حوالي سنة أو 11 شهر لاستدعاء السير الطبيب الشرعي، ولكنه لم يحضر. فبعد التعديلات أيضا الإجرائية في 2015 جعل الدليل في يد المحكمة. المحكمة في هذه الحالة ليست هنا هي التي كما يتصور البعض بأنها تقوم بالتعسف قبل الدفاع، لا، المشرع هو الذي منحها هذه المكنة وهو الذي أعطاها هذه المكنة، قال لها فليترافع الدفاع، أي الأمر ملك يمين المحكمة بالنسبة لتحقيق الدليل. المحكمة ترى أنها هناك لزوم لاستدعاء الطبيب الشرعي تستدعي، المحكمة لا ترى لزوما تقول للدفاع ترافع، حتى لو أنه يرى من وجهة نظره أنه لابد من استدعائه، لابد أن يؤهل نفسه على المرافعة حتى ولو لم يكن هناك في هذه الحالة لم يكن استطاع أن يناقش الطبيب الشرعي كما أراد. مناقشة الطبيب الشرعي في هذه الحالة تتطلب بالطبع البحث في الإصابة المروي عنها والتي أثبتت بجسد المجني عليه، والبحث بالأداة والبحث في الأداة المستخدمة في هذه الإصابة وكيفية حدوثها طبعا وتوقيت حدوثها، حتى إذا ما استظهر الدفاع هذا الأمر لمحكمتي بأنه يجافي ما جاء بالتقرير أفلح الدفاع في هذه الحالة. وطبعا كتب الطب الشرعي كما قلنا أن على المحامي البحث، وعليه أن يمتلك إذا ما تعامل في هذا النوع من أنواع القضايا وهي قضايا التعدي على النفس، فعليه أن يكون بحوزته ذخيرة من كتب الطب الشرعي تمكنه من البحث في هذه القضايا ومن البحث في هذه التقارير الطبية المرفقة طي أوراق الدعوة أو الجناية، حتى يتسنى له القيام بأمر الدفاع على أكمل وجه. القول في هذه القضية كان أن المجني عليها استخرج من رأسها شظية رمادية اللون صغيرة بحجم 2 سنتي كما قيل أو 1.5 سنتي في 1.5 سنتي، واستخرجت هذه الشظية من الصدغية اليمنى للرأس. هنا كان لابد من البحث ما هي هذه الصدغية اليمنى، لماذا؟ لأنها قررت بأن المتهم الأول الذي أطلق عليها من الفرد الخرطوش كان مواجها لها، كما قررت في تحقيقات النيابة العامة اللي ضربني المتهم الأول، وقالت بأنه كان مواجها لها الوش في الوش حسب ما قالت وأورت. وعن المسافة أيضا قررت بأن المسافة حوالي 5 أمتار. بالبحث في كتب الطب الشرعي وجدنا أن المسافة بالنسبة للإطلاق القريب بالنسبة للفرد الخرطوش هي 5 أمتار، ما يزيد عنها أو يزيد عن هذه المسافة يسمى الإطلاق البعيد. والفرق بين الإطلاق البعيد والإطلاق القريب هو مدى اختراق الطلقة لجسد المجني عليه ومدى وجود في حالة سلاح الرش سواء من بندقية أو من فرد خرطوش الكتلة البارودية كما يقال من حيث دخولها إلى جسد المجني عليه. فحتى حينما بحثنا وجدنا أن هناك كتب تقول بأن المسافة من 1 لـ3 أمتار، وأخرى تقول من 1 لـ4 أمتار، وأخرى تقول أيضا إلى 5 أمتار. ثم بعد ذلك أيضا قمنا بماذا؟ قمنا بسؤال حتى نتيقن من ذلك. حينما تعددت الآراء لم نكتفي بالبحث في كتب الطب الشرعي فقط، ولكن قمنا على هذا الأساس بالاتصال بأحد الأطباء الشرعيين في إحدى الجامعات وهو أستاذ مساعد في كلية الطب قسم الطب الشرعي. سألت أنا شخصيا عن هذا الأمر حتى يتبين لي وجه الحق فيما قرأت، يعني نحن نقول إلى أين تصل بك درجة البحث. فقال لي إنها إلى 5 أمتار فعلا. فمعنى 5 أمتار يعني معناها دخول الكتلة البارودية كاملة في جسد المجني عليها، وأن هناك يوجد بالطبع نمش بارودي حول الجرح أو حول فتحة الدخول، أو هذا النمش البارودي طبعا من إيه؟ من تفرق بعض من كريات البارود المكونة للمقذوف على جسد المجني عليها. المروي عنه أنها كانت في الوجه حسب ما قالت،
ولكن ما جاء بتقرير الطب الشرعي وما جاء بتقرير الطبيب المعالج الذي قام بالعملية الجراحية واستخرج الشظية من رأس المجني عليها، قرر الطبيب الشرعي بناء على الأوراق التي عرضت بها المجني عليه المجني عليها قال بأن هذه الرصاصة استخرجت من الصدغية اليمنى للرأس. الصدغية اليمنى للرأس إذا ما قرأتها أنا أو قرأتها أنت أو قرأها الكثير منا من العوام، والعوام هنا في هذه الحالة هم البعيدين عن فنيات الطب الشرعي، أي ليسوا بدارسي، ممكن يتخيل أن ذلك في الصدغ، الصدغية اليمنى هي الصدغ الأيمن أو الصدغ الأيسر، فإذا ما قالت هي المجني عليها بأن الوش في الوش سيصدق أقوالها إذا ما تبادر لنا هذا الفهم. أردنا أن نستوضح ما هي الصدغية اليمنى قبل التناول، وهنا جاءت المفاجأة وجاء ما هدم التقرير الطب الشرعي في هذه الحال. الصدغية اليمنى هي الجزء الأيمن من ارتباط الرأس بالعنق من الخلف، هنا جزء، هذا الجزء ذو حجم دائري مكب يعني منتفخ في هذه الحالة، يعد كعظمي أو عضلي، وهنا الجزء من الناحية اليسرى أيضا اتصال الرأس بالعنق من الخلف أيضا، وفي هذه الحالة أيضا هذا هو يعد الصدغية اليمنى، الجزء المنتفخ هنا العضلي أيضا أو العظمي، هذه صدغية يسرى وهذه صدغية يمنى، فكيف يتسنى لنا تصور أن المتهم حسب ما روت المجني عليها كان مواجها لها والمسافة 5 أمتار في هذه الحالة. كان من هنا البحث وقمنا به على هذا الأساس. البحث هنا تناول ماذا؟ تناول ما هي الصدغية اليمنى وقمنا بإيضاحها وقمنا بتوضيح ذلك وتقديم رسم تشريحي للرأس للمحكمة وموضح على الرسم التشريحي الصدغية اليمنى، أنا مطالب أن أوضح للمحكمة دفاعي قدر مستطاعي، فقمت بذلك بتحديد الرسم التشريحي للرأس ووضحنا بسهم مكتوب عليه كما هو مستخرج أي من كتب طبية شرعية، أو أوضح في هذا الرسم أن هذا هو الصدغية اليمنى في مؤخرة الرأس من الخلف. إذن فكيف يتم تصديق أقوال المجني عليها بأنه تم الضرب من مسافة 5 أمتار والوجه في الوجه كما أورد؟ تناولنا ذلك على كل الأنحية الموجودة في الدعوة والأسلحة المعزو حيازتها للمتهمين. لو كان قولها صحيح في أن المتهم الأول هو الذي قام بالإطلاق وكان معه الفرد الخرطوش والمسافة 5 أمتار والوجه في الوجه كما أورد، سيكون في هذه الحالة الحشار للطلقة أو الكتلة البارودية كاملة دخلت في وجه المجني عليه، وإذا تم ذلك سيتم الإطاحة بالرأس تماما، مش هتبان له ملامح كما يقال. يبقى إذن هنا أقوالها قد جافت ما أثبت بتقرير الطب الشرعي وما أثبته التقرير الطب الشرعي حينما قال بأن الواقعة تحدث بالكيفية الواردة بمذكرة النيابة العامة من أقوال المجني عليها وكما قرر في توقيت معاصر. طبعا هذا قول أصبح قول خاطئ ومن نافلة القول ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعويل عليه، لأنه إذا ما صح أقوال الطبيب الشرعي على هذا الأساس كيف يصح ذلك وأن مبادئ الطب الشرعي بالنسبة للسلاح المستخدم وبالنسبة للإصابة الثابتة في جسد المجني عليها في الرأس من الخلف كما قلنا أن تحدث بمثل التصوير الذي قالت؟ يبقى إذن التقرير أصبح فاسدا وأصابه العوار والبطلان أيضا لأنه خالف الأصول الفنية التي أوضحها الدفاع لمحكمته، ومن هنا إذا ما وصل ذلك لقناعة المحكمة كان لها أن تطيح بهذا التقرير، لأن هذا سلطانها في تقييم الدليل وتقديره بأن تطرح الدليل جانبا ولا يمكن التعويل عليه في هذه الحالة. أيضا قلنا بأنه لو جانبها حتى الصواب أو التركيز وأن أحد المتهمين الآخرين هو الذي قام بالإطلاق عليها كالمتهم الثاني الذي كان يحمل الطبنجة ابن المتهم الأول أو المتهم الثالث الذي يحمل البندقية الآلية، فإذا تم الإطلاق من المتهم
الثاني طبعا المسافة 5 أمتار كما أورت، وهذه طبنجة أي قوة المقذوف ستكون شديدة، ستخترق من هذه المسافة وهي مسافة إطلاق قريب، ستخترق رأس المجني عليها ويكون هناك فتحة دخول وخروج للمقذوف، وهو ما لم يوجد في جسد المجني عليها وروى عنه تقرير الطب الشرعي. إذا ما كنا أيضا بالبندقية الآلية وهي أشد، سيكون قوة المقذوف أشد، وإذا ما تم الإطلاق منه سيكون بذلك أيضا هناك فتحة دخول أو خروج، ده بالحد الأدنى. إن لم يكن من شدة المقذوف من البندقية الآلية من هذه المسافة قام بتهشم الرأس أو قام بتهشيم رأس المجني عليها أيضا وقسمه أو تفتيته على النحو الذي أوري بالأوراق. وفي هذه الحالة نود القول بأن ذلك في الحلقة الأولى، وهذه الحلقة أيضا نماذج نقول فيها بأنها لكيفية هدم الدليل الفني من الداخل، من داخله، وهذا ببحث المحامي. ويعني هدفنا في ذلك هو تعزيز ملكة البحث لدى المحامي حينما يتناول مثل هذه الأدلة الفنية، فلا يسلم تماما بما جاء بتقرير الطب الشرعي ويبحث عن ضلتي في الأحكام أو في الاستدلال أو في أقوال المجني عليه أو أقوال شهود الإثبات أو لا، عليه أن يقوم بالبحث من داخل هذا التقرير أولا، فإن استطاع هدمه هدم كل شيء دونه في هذه الدعوة، ولو كان الاعتراف حتى من قبل المتهم، لأنه إذا جانب اعتراف المتهم الدليل الفني أصبح الاعتراف الذي يقال عنه أنه سيد الأدلة في هذه الحالة أصبح هو والعدم سواء، لأنه أصبح مخالفا للحقيقة، فلا يمكن للمحكمة أن تعول عليه. هذا ما نود توضيحه بالنسبة في هذه الحلقة، وأترككم طبعا لسماع الجزء من المرافعة كالعادة الذي تم إبداء هذا الدفع فيه بالنسبة لبطلان الدليل الفني ومخالفته أيضا للأصول الفنية ولماديات الدعوة. وأما بالنسبة لتقرير الطب الشرعي وما أثاره الدفاع من بطلان تقرير الطبيب الشرعي وفقا لما أتى به في نتيجته النهائية من أن الإصابة التي حدثت بالمجني عليها تحدث بمثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفقا لأقوالها التي حصلتها النيابة وأردفتها في هذه المذكرة التي أرسلتها إليه، فإننا نقول بأنه بما ثبت من الإصابة المجني عليها أن الشظية التي وجدت في رأس المجني عليها وجدت خلف الرأس في منطقة تسمى الصدغية اليمنى، وأيضا حينما قمنا بطلب ندب الطبيب الشرعي لمناقشته من قبل كان ذلك مقصد الدفاع هو توضيح ما معنى الصدغية اليمنى التي أوري بها في الأوراق والتي قرر الطبيب الشرعي بوجود الشظية بها، لأن ذلك تبادر إلى الذهن بالنسبة للدفاع كهو من عوام الناس بالنسبة لأسس الطب الشرعي ومبادئها ومعرفاتها، وأيضا بالنسبة للمحكمة أيضا هذا الأمر، فطلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي ذلك الاستيضاح ما معنى الصدغية اليمنى. ولكننا أمام قرار المحكمة بالانتهاء من طلب ندب الطبيب الشرعي لأنه استغرق وقتا طويلا قرابة العام أيضا، فإننا نقول بأنه إذا ما كان الأمر على هذا النحو كان يتوجب علينا في مثل هذه الحالة بحث الأمر والتطرق إلى مبادئ الطب الشرعي في كتب الطب الشرعية التي تعلمنا منها والتي أورت إلينا بأن الصدغية اليمنى هي الجزء في مؤخرة الرأس الموجود باتصال الرأس بالعنق وذو الحجم المدبب هذا، وهذا من ناحية يسمى الصدغية اليمنى ومن الناحية اليسرى يسمى الصدغية اليسرى، وأن الإصابة كما أورت المجني عليها وكما قرر تقرير الطبيب الشرعي كانت بالصدغية اليمنى للرأس أي خلف الرأس. فإذا ما كان الأمر على هذا التوصيف الظاهر لنا بمذكرة النيابة العامة وفق أقوال المجني عليها
ووفق ما اتفق معها الطبيب الشرعي أيضا وقرر بأن الإصابة تحدث بمثل التصوير الوارد وأنها بتوقيت معاصر أيضا لما ورد أيضا من تاريخ هذه الواقعة. فإننا رأينا أن هذا الرأي الفني الذي انتهى إليه الطبيب الشرعي قد جانب الصواب والحقيقة بما استقر عليه من مبادئ فنية يود الدفاع توضيحها لمحكمته على النحو الوارد. فإننا نقول بأن المجني عليها حينما أورت بأن إصابتها حدثت فقد حدثت من المتهم الأول الذي كان يقف أمامها وكانت المسافة 5 أمتار على نحو ما أورت، وكان يحمل في يده الفرد الخرطوش الذي قام بالإطلاق به، وأن ابنه الثاني كان يحمل طبنجة أو مسدس في يده وكان بجوار أبيه، وأن ابنه الثالث كان يحمل بندقية آلية وكان يقف أيضا على مسرح الواقعة بجوار أبيه وأخيه. إذن قالت أطلق المتهم الأول النار عليها من هذه المسافة 5 أمتار، وحينما سألتها النيابة العامة عن موضعها بالنسبة للمتهم قالت بأنه كان في موضع المواجهة والوش في الوش على نحو ما أورد. إذا ما كان الأمر على هذا التوصيف الذي أورد به المجني عليها في الأوراق، فإننا نقول بأنه لو تم الإطلاق من هذه المسافة لكان كامل البارود من الطلقة التي أطلقت من الفرد الخرطوشي قد أصاب وجه المجني عليها لا محالة، وأن كامل الكتلة البارودية كان سيدخل في وجه المجني عليها وسيطيح بالوجه والرأس تماما، لأنه إلى 5 أمتار هي مسافة الإطلاق القريب بالنسبة للفرد الخرطوش. وذلك حينما طالعنا كتب الطب الشرعي التي أوردت بأن هذه المسافة من 1 إلى 3 أمتار، وأخرى قررت بأنه من 1 إلى 4 أمتار، وأخرى قررت بأنه من 1 إلى 5 أمتار حسب ما أورد، فكان على الدفاع لزاما لذلك استيضاح الأمر، فقمنا بالاتصال بأحد أساتذة الطب الشرعي بإحدى الكليات الجامعية فأجاب لنا بأن هذه المسافة إلى 5 أمتار تعد مسافة إطلاق قريب بالنسبة للفرد الخرطوش. إذن إذا ما تم ذلك كانت الإصابة كما أورينا، ولم يكن هناك شظية موجودة في خلف الرأس كما قرر السيد الطبيب الشرعي، وإن ذلك إذا ما تم استخراجها على نحو ما أوضحها لنا كانت عبارة عن شظية رمادية حسب ما أورى وأورد بتقريره على النحو الذي طالعناه في هذه الأوراق. إذن ما حدث في هذه الحالة؟ فإننا نقول بأن السيد الطبيب الشرعي حينما أورى ووصف ذلك فإن ذلك قد جانب فنيات ومبادئ الطب الشرعي المستقر عليها، ولم يكن تقريره هذا يتطابق مع فنيات الطب الشرعي الذي تعلمناها ولا ماديات الدعوة التي حصلتها الأوراق لنا على نحو ما ورد بأقوال الشهود ونحو ما ورد بأقوال المجني عليها، والشهود هم أولادها والذين قرروا بأقوالهم أيضا وفق ما قررت والدتهم المجني عليها في هذه الأوراق. إذن لو أننا قلنا أيضا على فرد آخر بأنه لم تحدد من الذي قام بالإطلاق وكان الابن الذي كان يحمل الطبنجة أو المسدس، فإننا سنقول في هذه الحالة أيضا أنه إذا قام بالإطلاق بالمسدس على هذا النحو فإن الطلقة كانت يخترق المقذوف في وجه المجني عليها على النحو الذي أورد به من المسافة 5 أمتار من شدة الإطلاق عن الفرد الخرطوش. وأيضا إذا ما تم الإطلاق على فرد ثالث من الابن الذي كان يحمل البندقية الآلية والمتواجد على مسرح الواقعة، فإن أيضا مقذوف طلقة البندقية الآلية كان سيخترق رأس المجني عليها وستكون لها فتحة دخول وخروج كالطبنجة أيضا، أو أنها كانت ستقوم من شدة ومن شدتها وقوتها ستقوم بتهشيم الرأس كاملة من شدة الإطلاق الذي سينتج عن الإطلاق بالبندقية الآلية. إذن على كل هذه الأنحية وعلى كل هذه التصورات حتى فرضا لا يمكن أن يستقيم حدوث الواقعة على النحو المروي به، وأصبح استحالة تصورها هو القدر المتيقن في حقها على هذا النحو. هذا ما أتى به تقرير الطب الشرعي وما لحقه من عوار ببطلانه لما أتى به مخالفا للمبادئ الطبية الشرعية التي تعلمناها، وأيضا بالنسبة لمخالفتي لماديات الدعوة كما حصلتها الأوراق من رواية الشهود والمجني عليها. في هذه الحالة أرجو أن تكون الإفادة قد وصلتكم، ونلتقي بإذن الله تعالى
على خير الله وبركته مع سلسلة هذه الأدلة لاستكمالها. نتمنى أن تكونوا دائما كبارا في هذه المهنة وأن تعلو هامتكم أمام القضاء الجليل. ونشكر لكم حسن الاستماع، وإلى أن ألتقيكم على خير الله وبركته، أشكر لكم شكرا جزيلا.